حقيقة مرة أخرى دعني أكرر، يعني أن موت حفتر أو حياته أو تعافيه أو تحنيطه أو مجلوط أو سبب غيابه، هذا الرجل لا يشكل عندي كمواطن شيء. الوطن أكبر كثير جدا من شخص أو اثنين أو عشرة، يعني إن مات سيجد غيره وإن عاش سيعيش عميل ويكمل برنامجه، لا يشكل عندي شيء. بل أنا حتى أصدقائي في القنوات الثورية أقول لهم يعني لا تعطوا وقت وجهد كثير جدا لهذا الموضوع. لكن من ناحية أخرى بالتأكيد هناك شيء ما، هل الرجل كان مريض، هل هناك سبب آخر في أزمة سياسية، هل قرصة وذن قرصوا له أذانه، هل في تحقيق محكمة العدل الدولية، هل الجنايات الدولية، هل كان شيئا ما، هناك أزمة مر بها خليفة ماشي الحال في تلك الأيام. يعني ليست كل الأوضاع تمثيلية أو شيء، هناك أزمة ما، هل صحية غير صحية لا أدري، لكن الرجل ليس هو الرجل الأول، هذا رقم واحد. الشيء الثاني المهم جدا أن أريد أن أقول يعني يا أستاذ الكريم أن معركتنا يعني معركة وطن، معركة بناء وطن، المخابرات المصرية والمخابرات الإماراتية والدول الإقليمية وفرنسا وأنصار قادة الكرامة يريدوا أن يعطونا انطباع أن معركتنا معركة حفتر مات أو عاش أو غاب، يريدون نحن يشغلونا يعني بكم هائل من الوقت والأخبار والنشاطات، حفتر مات، حفتر قاعد، أهو جاء ولا لا، وأيضا يشغلوا الشارع في المنطقة الشرقية كما رأيت أن المعركة اختزلت واختصرت في أن حي ميت مريض، أهو جاء كما تحسبوه ميت، واختزلت أيضا في أن الثورات قنوات الثورة قنوات تنقل الخبر غير صحيح أو تنقل الخبر غير صحيح ولا لا، أصبحت هذه هي المعركة الرئيسية. نحن لن ننجرف وراء هذا الترهات تاع المخابرات هذه، لن ننسى معركتنا الحقيقية، نحن معركتنا معركة بناء وطن وهم معركتهم معركة تلميع صنم، نختلف كثيرا في معاركنا، لن ننسى مهما كان الضجيج هذا اللي صاير ولا لا، النبأ التناصح قنوات الثورة قالت خبر وطلع الخبر مش مزبوط، هذه ليست المعركة على الإطلاق، حتى لو صح، حتى لو صح ان القنوات ضحكوا عليها وشرت اخبار غير صحيحه، لا يعني على الاطلاق ان ننسى جرائم الكرامه، المذابح الابيار ننتظر في التحقيق في مذابح الابيار، ننتظر حتى يومنا هذا في رشوه اليون، ننتظر في محكمه الجنايات الدوليه، ننتظر في جرائم الورفلي في القمامه في شارع الزيت، التهجير، دمار الوطن، استباحه السياده، هذه هي المعركه الاصليه سيدي الكريم. معركتنا لا تنسى، لا علاقه لها على الاطلاق بالتناصح والنبأ، ولا علاقة لها على الإطلاق بشخص مات وإلا عاش. معركتنا معركة بناء وطن وانتهاء وإنهاء هذه العملية وسحب هذه العملية من الاستخبارات المصرية والإماراتية. يعني حتى لا نبتعد عن هو هذا صلب الحلقة. نعم يعني هذا صلب الموضوع، لأني حقيقة أستاذ محمد أقول لك صراحة كمواطن مليت من هالموضوع، صنم عاش ولا مات ولا لا، لا يهمني على الإطلاق، يهمني ماذا بعد، ما هي معركتنا الأساسية، يريدوا أن يخشون في مات عاش طول مريض لا كان مخابرات، هذا يعني تفاهات حقيقة. صحيح بارك الله في القنوات غطت الموضوع جيدا، لكن انتهى الأمر خلاص، هم يريدون أن يدخلون في نفق هذا الموضوع، ونحن لابد أن نكون أذكى منهم وأعلى منهم وأكثر وعيا منهم، نتحدث عن قضايا الوطن، عن بناء الوطن، ونتحدث عن تأسيس دولة مدنية راقية والقضاء على الثورة المضادة، هذه هي المعركة الأساسية سيدي الكريم.